تم اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين كل من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والهيئة الجزائرية للاعتماد، وهذا بحضور كل من وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن بحمد ووزير الصناعة أحمد زغدار. وأكد لطفي بن بحمد خلال الندوة أن هذا التعاون هو من أجل تعزيز مخابر قدرات الجودة وتكوين إطارات التقييم المسؤولين عن التفتيش. التغطية كانت لريم عزوك. سيتضمن هذا التعاون الدعم التقني من أجل تعزيز قدرات مخابر مراقبة الجودة وتكوين إطارات التقييم المسؤولين عن التفتيش، ووضع برنامج مسطر لاعتماد مخابر المراقبة أو التجارب للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة حسب مراجع الاعتماد المرتبط بمخابر التجارب التحاليل والمعايير، وذلك المرتبط بمخابر البيولوجية الطبية وبالهيئات القائمة بالتفتيش. أننا اليوم نبحث بالفعل ما لاحظناه في الميدان من مؤسسات تنتج لتلبية السوق الوطني، وكذلك تبحث عن أسواق واعدة، ولكن دخول هذه الأسواق يدخل على أساس وفق معايير، وهذه المعايير لا تكون إلا بعد موافقة هيئات. ومن بين هذا العمل الذي نقوم به، واليوم سوف نحضر إلى هذا التوقيع ما بين الهيئة الجزائرية للاعتماد، يدخل في هذه الاستراتيجية التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية. كما صرح كمال منصوري مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن هذه الاتفاقية عقدت على أساس الأهداف المشتركة والجهود المتبادلة لتعزيز النوعية وأمن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والحفاظ على صحة المواطن. تم إمضاء اتفاقية مع هذه الهيئة في هذا الإطار لغرض توطيد لي بروسيدور دو كاليتي تاع المستلزمات الطبية، لغرض توطيد لي بروسيدور دو لا فابريكاسيون تاع هذه المستلزمات. وهنا يتوجب علينا نقوموا بلا كريديتاسيون اكريديتاسيون تاع هيئات دو سيرتيفيكاسيون كي دوفيان ناسيونال وطنيين لمرافقه هذا المنتجين. اليوم هذا كان مناسبه لنا اننا مضينا على اتفاق التعاون مع الهيئه الوطنيه لمراقبه المنتوجات الصيدليه والجراك حتى نبني ما يسمى هرم جوده على مستوى هذا القطاع. الغرض منه أننا المخابر التابعة لهذه المؤسسة والمخابر اللي راهي منخرطة في هذا النظام كلها تحصل على شهادة الاعتماد بمعيار عالمي 17-25 أو 13000 ما يسمى بالديسبوزيتيف ميديكو وحتى في التفتيش.